مباراة فريق الشباب القبائل أمام أسكو ديكار في مباراة الذهب من دورة التمهيد الثاني من دوري أبطال إفريقيا لكي تشاهدوا المباراة مع عليك فضل لا زر بزر بالقناة وشكرا لكم مسبقا ملعب الذي يستضيف المباراة ملعب أستاد دوكيكي لومي أما توقيت المباراة سوف يكون في الساعة الرابعة مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس والساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والساعة السادسة مساء بتوقيت قطر والسعودية والإمارات أما القنوات الناقلة للمباراة قناة أسكوديكار ديكار الناقل الحصري لهذه المباراة نتمنى لكم فرجة ممتعة ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل خاص التجارة على الكل لكي المواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة ونضرب لكم موعد في موعد قادم